بشرى للموظفين قبل عيد الأضحى بشأن رواتب يونيو ومتأخرات مستحقات العاملين بالحكومة. قبل أقل من شهر على عيد الأضحى المبارك واللي هيكون موافق فلكياً يوم 28 يونيو المقبل، يعني 28/6، بيكون الشاغل الأكبر للموظفين هو إمتى هيتم صرف الرواتب، وهل هيتم تبكيرها قبل العيد بوقت كافي ولا لا؟ طبعاً الأسئلة اللي بتدور في أذهان الموظفين بيكون هدفها إنهم عايزين يعرفوا القبض هيكون إمتى عشان المصاريف الكتير اللي بتكون في العيد. أهلا بيكم في نشرة جديدة من تلفزيون الوطن. وزارة المالية كشفت من خلال الكتاب الدوري عن موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023 للعاملين في الجهاز الإداري بالدولة، واللي حدد إنه هيكون موعد صرف الرواتب قبل عيد الأضحى. ده كمان هيكون في قبل العيد صرف متأخرات مستحقات العاملين في الجهات الحكومية. ووفقا للي أعلنته وزارة المالية، فهيكون موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023 في أيام من الأحد 18 يونيو وحتى الخميس 22 يونيو. أما متأخرات مستحقات العاملين بخلاف الرواتب فهتكون من يوم الأربعاء 7 يونيو وحتى الحد 11 يونيو. وزي ما قلنا لحضراتكم إنه من المنتظر إن يكون أول أيام عيد الأضحى 2023 يوم 28 يونيو المقبل بحسب المعهد القومي للبحوث الفلكية وعن طريق الحسابات الفلكية، لكن طبعا الرأي النهائي وكلمة الحسم هتكون زي ما قلنا لدار الإفتاء المصري. زي ما احنا عارفين برضو هيتم الصرف زي ما قلنا لحضراتكم بزيادة المرتبات، واللي تم زيادتها في شهر إبريل الماضي بعد قرار الرئيس السيسي برفع المرتبات لعام 2023، واللي جات بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها ل 3500 جنيه شهريا، درجة الثالثة النوعية وما يعادلها 5000 جنيه شهريا، أما حاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة 6000 جنيه شهريا، وقيمة زيادة المرتبات بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراه للعاملين بالدولة 7000 جنيه شهريا. ده اللي كان معانا في نشرتنا النهاردة، حاولنا نجمله لحضراتكم. زي ما قلنا الناس اللي مستنية القبض، مستنية القبض قبل العيد، القبض هيتكون قبل عيد الأضحى. دي كانت نشرتنا من تلفزيون الوطن، في انتظار تفاعلكم وانتظرونا في نشرة جديدة. شكرا جزيلا.